حضراتكم الدكتور سعد الزنت. ودكتور سعد الزنت يعني احد خبرائنا المهمين امنيا ومدير مركز الدراسات الاستراتيجيه. والحقيقه دكتور سعد يعني مهموم في شان كل مصري بيحب مصر، واحنا ملايين عشرات الملايين المصريين بيحبوا بلدهم، الاغلبيه الساحقه بتحب بلدها، مهموم بما يحدث. النهارده الدكتور سعد هيتكلم في داخليا واقليميا وعالميا. وداخليا هو كان عايز يشير او نتكلم على الفساد، او النقطه التي اشار اليها كان الرئيس في فكره الفساد، واحنا شايفين الاجهزه الرقابيه. وانا طبعا الفساد زي ما قلت في اول البرنامج، الفساد ده فقط ان انا واحد بياخد رشوه، انما انا في تصوري النهارده ان الفساد اشياء كثيره جدا. يعني انا واحد النهارده قبل او هو يعلم تماما ويقينا انه بيعين واحد في مركز قيادي والراجل ده غير كفء، ده فساد. انا في حاجات كثيره جدا اوله الفساد فيها نعرفها. نمره 2، المساله مش بين يوم وليله، ده المساله بقى لها سنين طويله. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ. ازي حضرتك؟ اهلا يا استاذنا، اهلا وسهلا. نبتدي على طول كده يا فندم في المحاور بتاعتنا ونتكلم عن ده الفساد. اولها فساد. والحقيقه موضوع الفساد الحقيقه انا بعتقد انه مرتبط بسلوك الانسان، وسلوك الانسان مرتبط بثقافه الانسان، وثقافه الانسان مرتبطه بمصادر ثقافه الانسان. ده الاساس. الحاجه الثانيه ان السلوك تراكمي، ما هوش فجاه الواحد بيبقى فاسد، ولا فجأة المؤسسة تبقى فاسدة، ولا فجأة المجتمع يبقى فاسد. يعني أقصد من الكلام ده إن إحنا لو أرجعنا أصل الفساد هتلاقيه مرتبط بالبنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري، لأن في أربع حاجات بتكون سلوكنا، مصادر سلوك الإنسان، هي مجمل العلاقات الاجتماعية، مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ومنظومة التكنولوجيا، والاهم بقى منظومه القيم الاخلاقيه. الاربع دول مكونين لثقافه الجيل عموما، او اي جيل واي مجتمع. اللي حصل عندنا في الخمس ست عقود الماضيه، مش بقى زي ما بيقولوا ايام مبارك ومش عارف ايه، الكلام ده كله كلام مرسل يعني، لكن الحقيقه بشكل علمي احنا حصل عندنا تغير غريب الحقيقه في المجتمع. الاول حصل في الاسره، وانا مش عاوز اطول علشان وقت حضرتك في الجزئيه، لكن ده مهم لان ده احتمال يكون في تشخيص الداء اللي احنا فيه. لان ازمه مصر مش لا فساد مادي ولا وظيفي ولا اقتصاد، ولا ازمتنا ازمه اخلاقيه، وكان اخر طبقاتنا الانسانيه وهي الطبقه الاخلاقيه قد تاكلت. ودي مساله الحقيقه صعبه ومعقده، لان اخر طبقاتنا الانسانيه، احنا طول عمرنا فقراء او مساكين او مستورين، لكن مع كده كانت امهاتنا بتقول لنا ارضوا احمد ربنا فنعم. غير كان مش لاقي. ايوه، فهنا بقول ان كان زمان من عقود طويله كان في عندنا امهات لا يقرأنا ولا يكتبنا، اميات، لكن طلعت رجاله، سواء كانوا ستات او رجاله الحقيقه. ليه؟ لانها هي اول واحده علمت الناس، علمتنا واحنا صغيرين الصح والغلط، الكبير والصغير، الحلال والحرام، العيب، وصنعت هيبه للاب في وجوده وعدم وجوده الحقيقه. فكان ده اللي بيعمل عمل عندنا جوانا حاجه اسمها نظام الضبط الداخلي، زي السنسور بتاع العربيات الحديثه كده، لما تيجي تخبط العربيه تصفر. احنا برضو لغايه دلوقتي مهما كبرنا وطولنا، لما تيجي تخبط او تيجي تغلط تلاقي حاجه جواك بتقول لك عيب انت ما تعملش كده. فنظام الضبط الداخلي الحقيقه عملته فينا او صنعته فينا امهاتنا. وبعدين كان عندنا اب قدوه، ابهاتنا الحقيقه كانوا قدوه، ناس عظيمه الحقيقه. في الست سنين الاول دول كان بيتكون النظام الضبط الداخلي. ندخل على التعليم الاساسي في الست سنين اللي بعديه، اللي بتكتمل فيها منظومه القيم عند البني ادم او اسس القيم. وكان عندنا الحقيقه التعليم زمان واحنا كنا من فلاحين الفلاحين، مش في بند، في فلاحين كفر الشيخ. كان اول نموذج للقائد القدوه شفناه في حياتنا كان مدرس الابتدائي، كان لابس بدله لحد دلوقتي مش ناسينه، عنده منديل هنا، عنده شنطه شكلها شيك او فيها الكتب، يدخل الصبح يقول صباح الخير. المهم انه كان الحقيقه كان بيعمل حاجتين، كان بيكمل منظومة القيم الأخلاقية بتاع البيت، يعني بيكمل تربية وكان بيعلم. احنا بعد 12 سنة دول بقى، اللي طلع مننا إعلامي فهو إعلامي محترم، اللي طلع طبيب فهو طبيب محترم،
اللي طلع ضابط فهو ضابط محترم، وهكذا. حتى اللي ما كملش تعليمه يا استاذنا، سواء كان نجار ولا سباك ولا صنايعي، كان صنايعي عنده ضمير، كان قصه محترم. ده جيل القاده. في الستين سنه الحقيقه اللي فاتت دي، والخمسين سنه اللي فاتت بعديها، كل ما ده فضل ورش صناعه القاده تتقفل، فضل يقفلوا لحد ما انتهت ورش صناعه القاده. دلوقتي لما نبص قدامنا او الاجيال اللي بعدنا لما تبص، هتلاقي لا هم اتربوا ولا اكتملت التربيه ولا التعليم في الابتدائي في المدارس الابتدائيه، ففقدوا القيم، سواء كانت القيم الانسانيه او القيم منظومه القيم المهنيه، مش موجوده. ده ازمه معتقد في يقيني، ده ازمه مصر. والتشخيص الصحيح لازمه مصر هو انكسار او ترهل لمنظومه القيم الاخلاقيه على المستوى العام. الفساد طبيعي بقى، منتج من المنتجات الثريه في القصه دي. مادام ده موجود هيطلع منه بقى. واحنا الحقيقه مش هنقول ان عندنا فساد، انا دايما بقول احنا تحولت مصر من فساد الاداره الى اداره الفساد، بقينا بندير الفساد في مصر الحقيقه. بمعنى ان كل مؤسساتنا تقريبا بلا استثناء بقى فيها كل هياكلنا التنظيمية بتاعتها فساد. بمعنى تاني ان كل الاوردة والشرايين في مؤسساتنا في هياكلنا فيها جلطات، هي ادت للي احنا فيه النهاردة. فالفساد الحقيقة بقت منظومة. وبالمقابل اذا كان الفساد او اعتبرناها جريمة له منظومة، ففي بالمقابل في الدولة منظومة مكافحة، سواء أجهزة الرقابة أو أجهزة الضبط أو أجهزة المعلومات الأمنية وغير الأمنية. للأسف تطورت منظومة الجريمة أو منظومة الفساد أكثر تطورا. الله ينور عليك، من التطور بتاعها بالظبط، بقت أكثر تطورا وتغولا وجددت نفسها وبقت معقدة جدا. لكن منظومة المكافحة للأسف التطور بتاعها تطور كان بطيء وأقل بكتير، فنشأ اللي احنا فيه النهاردة. وأنا بعتقد أن السيد الرئيس زي ما قال احنا بنجدد دولة أو بنصنع مؤسسات، أنا متصور أن على التوازي لابد أن يكون هناك إعادة بناء للإنسان المصري، يعني نهتم بالأسرة ونهتم بالتعليم إذا كنا عاوزين مصر تخرج من الفساد اللي هي فيه. أما بقى مظاهر الفساد فيعني حضرتك حدث ولا حرج. فيعني الفساد انا بعتقد وعلاجه هياخد وقت طويل. لا ما هو في علاج اجل وعاجل، يعني الاجل اللي هو ان انا هبتدي بقى من ارجع تاني المدرسه الابتدائيه بتاع زمان دي، اعملها تاني واجيب المعلم ده تاني وابتدي الاسره تاني، فهياخد وقت وهطلع اجيال بقى من السن ده. نعم. والعاجل ان انا لا، لابد ان احنا نتحرك بسرعه، نرفع كفاءه، لازم يبقى في هو الحياه اتعمل كانت اتعمل قبل كده اكتر من مره جهاز لمكافحه الفساد، لكن احنا برضو ما عندناش فكرة العمل الجمعي، مفيش مش ناجح عندنا. حتى بمناسبة الرياضة هتلاقي عندنا احسن واحد في السكواش في العالم، احسن واحد في مش عارف ايه في العالم، لكن فريق جمعي طايرة ولا سلة ولا كرة قدم هو في منظومة الترهل ده حصل ده كله. انما انا في تصوري يا فندم العاجل ده ان انا النهاردة يعني اذا المنظومه بتاعت الاسراع في منظومه القضاء يبقى في يعني بتبقى الحاجات تبقى بسرعه بحيث اللي يتمسك النهارده يتحاسب بعد اسبوع، يخلصوا الاحكام بسرعه. يبقى قضاء ناجح. الجزء الثاني اللي هو اللي ممكن يعمل هيغير بصوره كبيره جدا او هينبه او حبه الاعلام والكلام ده كله، وده طبعا واخد يعني المساله ماشيه. الاعلام للاسف ربما بيساعد في استشراء الفساد، مش بيساعد في مكافحه الفساد. انا ما شفتش برنامج بيناقش قضيه من القضايا بشكل ايجابي. انا امبارح بس في حد من الاعلاميين اللي صوتهم عالي في برنامج صحفي امبارح قاعد يولول على وزير الراي، قول لنا انت عملتوا ايه في النهضه امبارح، الحقيقه بشكل فج للغايه. ما ينفعش كده. مش هو الملف مهم جدا، ده ملف امن قومي مش فساد حد، لكن يجب على الاعلام ان ياخد باله مش لا بالطريقه دي. لا هو الاعلام انا اقصد اقول يا فندم يعني احنا مثلا تعال نشوف السينما المصريه جزء يعني الجانب الاخر او العمود الفقري الاخر اللي موجود مع الاعلام في المساله. السينما المصريه لما هنشوف فترتين زمنيتين فترتين يعني خدونا لسبع ارض. ايوه في فترتين انا مش قادر افهم. انما لما نوصل النهارده انا بيصعب عليا جدا في مسلسلات الاجنبيه في امريكا وغير امريكا تركيا
ان في كل اللقطات اللي بيبقى بيقطع ما بين يعني بياخد مشهد وبعدين طالع بان يعني عايز هاخد مشهد تاني، قاطع على منظر جميل عنده، على شارع شكله كويس، على بحر، على كذا. احنا القبح كله والردح كله والانحطاط كله والحاجات ده كله بقالنا 12 سنه في السينما ما بنسمعش الا غيره. صحيح. وكان مصر مخور. صحيح. ما هو ده يا فندم، ما هو ده ياخدنا للسكه دي جزء من الفساد. ياخدنا للسكه دي. معاك. وانت عارف زي ما حضرتك تفضلت، الفساد ليس له علاقه بالفقر ولا له علاقه بالغنى. تمام. انما لما انت بتاخدني ان اهالينا اللي في الشعبيه دول كلهم حراميه وكل والستات كلهم اخلاقهم بايظه وكذا وكذا وكذا، ده في نمره اتنين الاعلام زي ما حضرتك تفضلت ما بيتصداش. فانا اقصد اقول لو المنظومه اعلانيه، وبعد ما عندناش هيئه في مصر يا فندم ترصد علماء الاجتماع وعلماء النفس، يبقى عندنا هيئه فيها من كل التخصصات. اول ما تبقى في ظاهره ان يطلع واحد بيقول ايه، بيغني بيقول ايه، فيبيع من 10 سنين ولا بتاع ده 5 مليون شريط ايام الشرايط. نعم. لا ده يبقى في حاجه غلط. انا ارصد ايه التحول اللي حصل. كان في عندنا على فكره، كان في عندنا حاجه اسمها المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. لان ده انا درست فيه اللي شويه، كان اللي كان في في العجوز، مستشفى الموظفين في العجوز. ايوه المركز ده كان مهم للغايه. ما في ظاهره لازم كده اعلاميه ولا اجتماعيه ولا اقتصاديه أي على اي مستوى لما تلاقي عاملين عليها بحث ميداني وطالعين بتوصيات. لكن الكلام ده كان لغايه من 10 15 سنه. النهارده بقى العدد اكبر طبعا، باحثين بقوا اكتر، اللي عندهم دكتوراه بقوا اكتر، بقوا موظفين، بقوا موظفين، البحث ما عادش موجود. طيب إن لما نطلع عند حضرتك بتتكلم على في خطوره من الاعلام والاعلام وسيطره اغلب وسائل الاعلام دلوقتي بقت في ايد رجال اعمال وسلطه المال والكلام ده. الحقيقه في مشكله عندنا هي ظهرت او انكشفت في الفتره الاخيره. احنا عندنا في بعض رجال الاعمال من قبل الحقيقه من ايام من نهايه عصر الرئيس الاسبق مبارك، كان في عندنا مجموعه من رجال الاعمال كانت سلطتهم او سطوتهم اكبر من سلطه الدوله الحقيقه، لدرجه ان هو كان باعلامه وبفلوسه يستطيع ان هو يعمل التشريع اللي هو عاوزه وينفذه بالطريقه اللي هو تروق ليه وتحقق مصالحه. هذا الكلام الحقيقه في منتهى الخطوره، ودور الدوله كان غائب. لا زال لغايه النهارده هذا الدور مستمر، بقى في عندنا رجال اعمال بس مستخبي من تحت. والله بس احنا له تاثير. لا انا بقول مستخبي، ما قلتش عن تاثير. يعني بيتم في الخفاء. كان فرد لحضرتك الجزء الاولاني ده كان فرد عين عينك. لان كانت النظام السياسي كان ربما كان بيستفيد من اللي بيحصل فغض الطرف. لكن النهارده الاراده السياسيه الحقيقه ضد هذا الكلام. لكن وهم تقريبا تصوروا خطا انهم اقوى من الاراده السياسيه واقوى من القياده السياسيه، ويستطيعوا ان هم يلعبوا في البرلمان، يلعبوا في الوزاره، يلعبوا في دماغه الناس، يلعبوا في المؤسسات والهيئات الفئويه اللي احنا شفناهم. لكن انا متصور ان الرئيس السيسي ما هوش لا يطوى في تقديري، لكن هو جايز يكون طويل البال ويتميز بحكمه، لدرجه ان انا متصور ان هو بعد انتخابات البرلمان هنشوف وش. انا بقول ان هو يجي مجلس النواب يبقى فيه هيشوف وش اللي هو يجب ان يكون. يعني احنا مش بنقول انه هيبقى راجل مثلا قاسي، لا، احنا يجب ان احنا يبقى عندنا نوع من الاحترام للذات. هو اللي بيحصل ده يا استاذ ابراهيم، واحنا ناس بقول لحضرتك احنا مهما كبرنا ومهما تغيرنا احنا في ثوابت عندنا، في حد خطر احنا بنستشعره على المجتمع. الاعلام الحقيقه في اعلام كتير داخل في لدرجه اني بحس ان في بعض الاعلاميين مش بتوعنا، هي الطرفيه الاجهزه بره بتكلم بلسان مش لسانك، مش في التلفزيون ولا لا، ده حتى في الصحافه في ناس مش بتوعك، بيطلع يقعد ساعتين عشان يقول لك عشان يوصل لك رساله معينه، يحبطك، يأسك، يوقع الدنيا في بعضها، وده كتير مش قليل، وده احنا عارفينه ومكشوف. لكن انا متصور في كل الاحوال اذا كان بعض رجال الاعمال ورجال الاعلام ما عندهمش الوعي الكافي بخطوره اللي هم بيعملوه، وان هم اللي استمرقوا الامور عليها وكملوا فاهمين انها هيكملوا، انا ما اظنش بعد الانتخابات البرلمانيه اعتقد هيبقى في وقفه من المجتمع واللي بيمثل المجتمع مؤسسات الدوله، هيبقى في وقفه، مش ممكن نسمح بالكلام ده.
لان دول واخديننا في خانه مرحله في الحافي الخانه الظل يعني. طيب دكتور، النهارده احنا كنا الحلقه اللي فاتت كنا دخلنا فوصلنا عند تفريعتين كده، ايران بتفريعه ايران وبالاداء الدور القطري التركي، انما دعنا نبتدي من حيث انتهينا. كنت بقول لستك ما اعرفش هيحصل تغيرات من يوم الاحد ليوم الخميس ولا لا، اللي هو النهارده يعني، في على الارض، فيا ريت حضرتك في هو النهارده الحقيقه الاحدث النهارده الاجتماع النيتو، والنيتو منزعج جدا من اختراق الروس للاجواء التركيه، وان بينبه ان الاجواء التركيه هي جزء من اجواء النيتو. امال ايه؟ وان هو مش هيسمح بالكلام ده. والامريكان قالوا ان خاصه كارتر، اشتون كارتر اللي هو وزير الدفاع، قال النهارده حذر الروس من ان اللي بيحصل ده هيخسرهم كتير ومش مظبوط. امبارح امريكا اعلنت من 3 ايام، يوم كنا هنا تاني يوم، اعلنوا ان هم مش هيقدروا يعملوا الطلعات الاستطلاعيه بتاعتهم على مناطق اللي فيها داعش سواء في العراق او في سوريا، فوقفوها. امبارح اول امبارح اعلنوا ان مش خلاص مش هيشتركوا، هيوقفوا شغلهم على داعش خالص، على الدوله الاسلاميه. قمص بقى. لا هي مش قمص، شوف زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت استاذنا، اللي عمله الروس كان كاشف اكتر منه اي حاجه تانية، كان كاشف. انا امبارح كنت مع 2 من الاعلاميين العراقيين مرموقين الحقيقه، سيده اعلاميه قديره وقديمه اسمها زهر حنا بنت اخو طارق عزيز، وطبعا دي من القمم الاعلاميه في العراق ومثقفه وعميقه الحقيقه، لكن طبعا هربت بعد اللي حصل في 2003، راحت استراليا. وحد تاني كان شغال اعلامي قريب من صدام اسمه ايمن خالد، شغال في مصر دلوقتي الحقيقه. فقعدنا نتناقش في حقيقه الموقف على الارض، ايه اللي عملوه الامريكان في داعش، مين اللي عمل داعش. قال لك الحقيقه اللي عندنا مفاهيمنا في غالبها مظبوطه، لكن هو يظبط لك الامور اكتر. ده امريكا انا بعتقد ان هي كان البديع، قعدت 10 سنين عملت لدول الخليج فزاعه اسمها ايران فقط للابتزاز. في مرحلة معينة لما بدأت إسرائيل تضغط على أمريكا عشان النووي، فكان لازم يستوعبوا إيران النووية، فلازم يبقى فيه من قبلها بشوية فزاعة جديدة. الفزاعة الجديدة هي داعش. وأنا قلت الجماعات الإرهابية بأسماء مختلفة يعني. ليش النصرة يعني الجماعات، هذه الجماعات الإرهابية ذات الأسماء المختلفة اللي وضعتها أمريكا. كل دي منظمات إرهابية، وأمريكا تقريبا إما هي عملتها أو استعملتها لتكون فزاعة برضو لنفس المنطقة دي ولتحقيق أهداف. الدليل على كده أن أمريكا قعدت دلوقتي سنة وشوية، ما عندهم بقول لك 9000 طلعة خلال السنة دي، 9000 طلعة طيران. لو كل طلعة ضربوا فيها واحد وموقع كانت انتهت القصة، لكن طبعا كل ده على الفاتورة بتدفع، الخليج بيدفع الفاتورة، واخدة معاها أكبر عدد ممكن، حاشدة معاها أكبر عدد ممكن، 60 دولة أو كم، 60 دولة علشان حد تضمن إن ما هيبقاش في حد يمرق وحدش ينتقد ولا حد يبقى معاها. لو حتى ما ضربتش زي من كام يوم تونس أعلنت إنها مع المجموعة دي، لكن تونس هتحارب مع امريكا في سوريا ولا في لا، فهو كجزء من ضمان عدم الخروج عن المسار او الاطار اللي هي محدده. ففي كل الاحوال انا بعتقد ان الجديد النهارده ان الروس حققوا انتصار كويس جدا. النهارده بدات القوات البريه السوريه، الجيش النظامي بتاع الدوله بدا يتحرك، كان صعب يتحرك، النهارده بدأ يتحرك الحقيقة، والروس عاملين شغل كويس، يعني أنا زي ما قلت المرة اللي فاتت أعتقد إن هي 3 إلى 4 أسابيع هينتهي تقريباً أو هينكشف الموقف بشكل جلي في سوريا. هيدخل العراق ولا لأ؟ ده موضوع بقى لازال لأن العراق طالبين. نعم؟ العراق طالبين. هو العراق طالبين لكن ما يقدرش، ما أنت اطلب. لكن هل عندك الإمكانية أنك أنت طلبك ده يتنفذ ولا لأ؟ هي دي القضية. ما يقدروش إلا في لسه في، وأنا أعتقد أن أمريكا لازالت تسكن العراق. لا ما أصل العراق دي السيطرة دي بقت كاملة واضحة دلوقتي، بقت إيران دلوقتي وعلى الأرض يعني، فإيران وإيران مع الروس فاتحين في الملف ده مع بعض منسقين. فهي لا ده يعني أنا يعني بس هو عموما هو أنا أعتقد أن سوريا هي نقطة صراع الحقيقة
مش امريكيه او غربيه شرقيه بس، او روسيه غربيه او روسيه امريكيه، هي نقطه كمان خلاف كبير عربيه عربيه. وانا عندي راي من بدري بقول ان المملكه العربيه السعوديه هي شقيقه الحقيقه، لكن ترتيبها للاولويات في سوريا ما كانش مظبوط. يعني التناول السياسي لقضيه سوريا ما كانتش مظبوط، هم خدوها بشكل شخصي على لبنان وبشكل شخصي لازم بشار يمشي. بشار يمشي بعمليه سياسيه، لكن ما يحدث النهارده في سوريا ده امن قومي عربي. وفي الاخر ما هو عليك، واذا كنت فاهم الخليج، اذا كانوا فاهمين ان عمليه الاذابه، الاصهار والاذابه اللي بتتم للعراق والشام مش هتاثر على الخليج، لا هتاثر على الخليج. والدليل على ذلك حاجه، في موقف اعتقد ان هم يعرفوه لكن هو لم يزع، دي من الحاجات اللي عرفتها من الاخوه امبارح. ايران قبل ما روسيا تدخل ادركوا الكلام ده، فدخلوا في العراق يفصلوا بين داعش، لان داعش ايه؟ داعش دي السنه، دول السنه بالمناسبه. الجغرافيا اللي فيها داعش سواء في العراق شرق العراق، في غرب العراق او شرق سوريا، دول السنه، دول السنه. وبعدين من هنا هتلاقي الشيعه، ومن هنا هتلاقي الاقراد، او العكس، هنا الاقراد وهنا الشيعه. يعني انت فاصل. والنائب ورئيس الاركان اللي مشي بتاع الجيش المركزي الامريكي اللي مشي قال امريكا لا، ده يا ريت قال ثلاثه، قال العراق ستؤول الى دولتين. وكان السنه دول ما عادوش موجودين. فالسنة دول أنا بعتقد أن داعش أو اللي في النص دول، وهم كلهم قبائل عربية قح، دي كلها سنة. بصرف النظر بقى حطيت فيها داعش، حطيت فيها إيه، جم إيران عملت إيه؟ عملت فاصل بين الناس دي وبين الحدود بتاعة الشيعة مع حدود السعودية وصولا للمملكة الأردنية. هذا الموضوع معناه هتحط حتة في الحلم منطقة الخلة دي إيه؟ ما هو عاوز يفصل لك، علشان لو حصلت مراكز قانونيه لا، احنا لينا هنا وانتوا لكم هنا. الكلام ده طبعا انا اعتقد ان السعوديه يجب ان تنتبه للكلام ده. مساله الاصرار بدون مبرر كافي، ربما عندهم مبررات، لكن المبرر الاهم واولوياتك، انت بتعمل، انت بتقضي على سوريا، وقضاءك على سوريا معناه قضاءك على اهم راس حربه في الامن القومي العربي. وبعدين العراق محدودك مثلا، فانا بعتقد ان في مشكله كبيره وما انتبهش لها وحتى لو انتبهوا برضه عشان نبقى منطقيين. انت تزعل لما يبقى انت بتحاول انك تعمل قوة عربيه مشتركه علشان تدافع مش عن نفسك. انت اوريدي عندك جيشك النهارده الحقيقه يستطيع، قادر على حمايه امنك القومي، ويستطيع ان هو يساعد كمان بره، وده قاله السيد الرئيس. وطبعا رئيس السماوي اللي كان ده راجل عسكري فاهم بيقول ايه، يعني احنا بتوع سياسه لكن هو راجل شايف الدنيا فيها ايه. لكن احنا قلنا نعمل قياده عربيه مشتركه او جيش عربي مشترك، لان في بعض القضايا يتحتم ان احنا اللي نحلها، مش حد تاني. نعم، مش حد تاني. لا مش حد تاني، انت لو عندك قياده مشتركه وقدرت كنت تقدر تحل اليمن بطريقه مختلفه، لان اللي حصل في اليمن بهدل اليمن الحقيقه، وبهدل السعوديه معاه، وبهدل الجيش اللي بتشتغل مع السعوديه. ليه؟ لان مفيش تجربه، مفيش النضج العسكري، او استنزاف. اصل الحته دي صعبه، صعبه للغايه، طبيعه فانت تستطيع بعد ما الغرب كسر الحد الادنى لقواتك العسكريه سواء كانت العراق او سوريا وكان داخل على مصر وحصل اللي حصل، انت محتاج النهارده انك تعيد تاني عمل بنيه اساسيه لحاجه عسكريه محترمه. طب انت عملت اجتماعات وعملت ترتيب والحاجه كانت كل حاجه فنيه كانت اتعملت ووقفت. وبعدين جيت انت لما الجماعة بتوع الخليج رايحين كامب ديفيد اللي بسمعنا بيت الطاعة، وقف كل شيء، وبعدين بدأوا يتحركوا تاني، وبعدين تحدد معاد للتوقيع من وزارة الخارجية والدفاع، جال الملك سلمان مسافر السعودية، وقف كل حاجة، أجله، ولغاية دلوقتي الموضوع أنا أعتقد إن هو مش واقف، أنا أعتقد إن هو بيموتوه دلوقتي. هذا الكلام طبعا يجب ان احنا اذا كان في عندنا وعي بالامن القومي وحدود الامن القومي
وبمصالحنا، فيجب ان احنا نتغير في تناولنا لمثل هذه الموضوعات، لان احنا بس اللي هندفع الثمن. اللي دفع استاذ ابراهيم خلال السنه اللي فاتت، مش السنتين 10 اللي فاتوا، السنه اللي فاتت بس للسنه دي، على السلاح يعمل جيش قد نيته، دفعت مليارات كثيره جدا، راحت فين؟ ليه انت ما قوتش نفسك ذاتيا؟ ربما انك ما تقدرش لان امريكا مش هتسيبك، لا، ما انت لازم يبقى عندك اراده. لو توفرت الإرادة، شوف أنت مصر لما وقفت لوحدها العالم احترمها. لا، وبعدين النهارده لما بيقول إرهاب فيعملوا لي 8 مليون طلعه وما يموتوش اثنين. فأنا أعمل أقاوم أنا الإرهاب على الأرض، إحنا اللي بنقاوم ونعمل الكلام ده كله. يعني ما هو يعني مش هيحك ظهرك مستر زفر ولا أنت جميع عمرك، صح؟ ما هو يعني المسألة هتبقى واضحة. وطبعا المشكلة ان ليس كل منا يملك قراره. ما احنا قلنا المره اللي فاتت، قلنا طالما ان العقل العربي لمتخذ القرار في مكان هنا، والمطبخ الاعداد القرار او مطبخ اتخاذ القرار على بعد الاف الاميال، فما فيش، لا تنتظر. طيب دلوقتي يعني انت حضرتك بتتصور ان الصوره يمكن ان تتحدد في سوريا، الوضع على الارض يتحدد، يبان ايه الموضوع في اسابيع، اربع اسابيع بتاع كده، في اسابيع في اسابيع. انا متصور ان موضوع كل التنظيمات الارهابيه بما فيها الدوله الاسلاميه، انا بعتقد ان ده كل ده هيتم القضاء عليه، وجزء منه هيسحبوه الامريكان على الناحيه العراقيه والناحيه التركيه واليمن بينه، والروس هيعملوا شغل كويس، وانا اعتقد ده هيبقى تثبيت لقوة بشار وتثبيت للدولة السورية. إلا إذا حصل بقى، لأن في تطوير في اللهجة الغربية سواء للنيتو أو للأمريكان، اللهجة كل يوم بتزيد. أنتوا إحنا وقفنا التجسس أو المعلومات امبارح، أنهوا خالص التعاون، رغم أنه عاملين غرفة في بغداد للتعاون المعلوماتي، خلاص ما عادش في حاجة اسمها تبادل معلومات. الحاجة التانية، احنا مش هنضرب في داعش خالص، اللي في لا في العراق ولا في سوريا، مش هنعمل طلعات خالص على داعش. الحاجه اللي بعد كده، احنا بنقول لسوريا للروس، يا الروس انتوا هتدخلوا مستنقع مش هتطلعوا منه، والخساره العسكريه تبقى كبيره جدا. اللي هذه اللهجه المتصاعده او الاسلوب المتصاعد تجاه روسيا، بس انا بقول لحضرتك الروس مش في دماغهم وهيكملوا، وزعلانين من مصر، زعلانين من مصر الامريكان، وزعلانين. وزير خارجيه البحرين من كام يوم قال تصريح، قبليه بكام يوم وزير خارجيه السعوديه قال تصريح ردا على اللي قاله السفير شكري. شكري قال لك اللي بيعمله الروس ده كلام مظبوط وهيقضي على الارهاب، وده راجل مش ده راجل. طب الاخ بتاع البحرين زعلان ليه؟ زعلان جدا ان ازاي ان احنا نسمح بأن الروس ينتهكوا السيادة الإيرانية. وكان لقاء تلفزيوني طويل الحقيقة في البي بي سي. إيه الكلام ده؟ يعني الحقيقة هو كله عشان إيران. يعني البحرين الحقيقة إيران عاملة ضغط شديد على دول الخليج. طب ما هو إيران، ما هم طردوا السفير، البحرين طردوا السفير، والتانيين طردوا نائب السفير، لكن هي دي مش القصة. طب ما أنا بدل ما أقعد، أنت مشكلتك مع مين؟ مشكلتك مع إيران. صدام لوحده قدر يهزم ايران، ورغم طول الحرب لكن بهدل ايران. ايران النهارده ماهيش اقوى من ايام صدام اطلاقا. طب ما اعمل جيش عربي وقف انت لايران، بدل ال 40 مليار اللي اتدفعت اللي من الشهر اللي فات علشان نعمل قبه حديديه وقبه مش عارف ايه. التهريج اللي احنا فيه؟ اعمل جيش عربي وقف لايران. اقف لايران، هتقدر تقف لايران؟ انت مش هتروح تحارب ايران، لكن انت هتعمل خط لايران اخر كده، وما يبقى عندك القوى العسكريه اللازمه، وانت تقدر تعمل الكلام ده فورا. لكن طالما ان انتهت فزعت ايران عليك من جانب الامريكان، فبيطلعوا فزعات اخرى عشان يكمل الابتزاز. طيب انا هنرجع تاني على التصريح بتاع نيتو، بيقول ان الخسائر للروس هتبقى عاليه جدا. ولا عندهم يعني خسارة، عندهم حاجة خالص. فأنا بعد الفصل بس عايز نتناقش في النقطة.
الدكتور سعد النيتو لما بيهدد يقول ان الروس لو قعدوا ان خسائر وكان خسائر يعني 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 قصده مثلا ان الناس الجماعات الارهابيه اللي يعني اللي هم مولينها وبيدفعوا له فلوس هم اللي هيعملوا الخسائر، ولا هم ممكن هيخشوا في مواجهه، ولا هيساعدوا دول من المنطقه انها تخش؟ يعني انا عايز افهم. هو نوع من تصعيد الانتقاد، يعني تصعيد اعلامي فقط. لكن لو جيت لحقيقه الموقف على الارض ما اظنش ان يبقى في مشكله، لان الروس بيضربوا بالطيران، حتى امبارح ضربوا بصواريخ كروز من على بعد الاف الاميال، 25 صاروخ ضربوا من البحر، البحر الاسود. سوريا الروس ما بيخشوش بري، فما عندهمش خساره اذا حصل طياره بتاع، دي كلها بتعتبر ضمن الجزء من تكلفه العمليه. واللي دخل على الارض واللي بدا النهارده على الارض اشتغل هم السوريين، الجيش السوري. فمساله ان هم بيقولوا انهم يخسروا، كل ده نوع من التصعيد الاعلامي. طيب هل النهارده نقدر نقول ان طب الحدوده بتاعت اليمن، خلاص دلوقتي بقت في قوات اللي هناك وقر وفر، وده بياخد النهارده وده بيعمل النهارده، انما هل قضيه اليمن من منظور الدولي، منظور الامريكان والروس والكلام ده كله، يعني فين هي القضيه دي؟ وهل تعتبر انها اتركنت بقت نمره اثنين لغايه ما نشوف سوريا تخلص ايه، ولا ايه الموضوع؟ شوف، لا قبل ما ادخل في اليمن عاوز بس انهي قصه سوريا مع اوباما. انا اعتقد ان اوباما هيساءل قريبا في الكونجرس الامريكي على فشله للمره ال20 في منطقه الشرق الاوسط. دي نقطه هنرجع لها بعد اسبوع اسبوعين قريبا جدا، لابد وان، لان دي عامل انتخابات ودي فرصه انهم يصطادوا الديمقراطيين. الجمهوريين مش ساكتين، وجون ماكين بقاله كام يوم الحقيقه مصعد الموقف، وانا بعتقد مش هينتهي الامر الا باستدعاء اوباما في الكونجرس ومحاسبته، لان اللي عمله اللي حصله في 30/6 وبعدين حصله النهارده، لا ده تعالى وهيصعدوا الامور دي وهيستفيدوا منها عشان الانتخابات. ده بالنسبه لسوريا والامريكان. بالنسبه لليمن، انا بعتقد اليمن النهارده بقت مستنقع للسعوديين او لدول الخليج، بمعنى ان يعني وحضرتك راجل كنت ضابط في الجيش وعندك خبره عسكريه، ولا زال جواك العينين او النقد العسكري موجود. طريقه التناول في الحرب ما كانش المفروض تبقى بالطريقه دي، للطبيعه الخاصه لليمن ولليمنيين. السعوديه استدرجت، كان ممكن يبقى في شكل اخر للشغل، زي ما حضرتك قلت لنا في الاستراحه وانت استاذنا الحقيقه وملاحظه جيده، افغانستان، اثيوبيا، اليمن، دي دول ذات طبيعه خاصه تضاريسيا، حارب طبيعه. اذا محتاجه لخبره عسكريه مختلفه وخطط مختلفه، لكن اتخذت بشكل، ولذلك النهارده احنا بنشوف اليمن بيضرب جوه في السعوديه 100 كيلو جوه في السعوديه وبيموت ضباط كبار، وبيضرب جوه بيصطادك جوه. انت بتقول انك خلصت بقالك شهرين ثلاثه 85% من العمليات، طب ده انت مقر الحكومه في العاصمه اللي انت قلت انها امنه، يعني العاصمه انت قلت انك امنت، وبعدين المقر الفندق اللي فيه الحكومه انضرب. يعني معنى كده انك انت مستدرج في اليمن. انا بعتقد، شوف، اليمن هي كانت لوحه شطرنج بيلعبوا فيها العرب مع ايران، لان ايران هي اللي كانت موجوده مش حد تاني، هي اللي كانت موجوده، وانت قدرت الحقيقه تستبدل او الامريكان قدروا يستبدلوا سوريا لايران باليمن في التوقيت اللي كانوا بيوقعوا فيه الاتفاقيه النوويه. فخرجت الى حد كبير ايران لحد ما خلصت الاتفاقيه وبدات ترجع، لكن انت قافل كويس من بره، لكن جوه الناس بتشتغل، وانت محتاج تعمل مجهود مختلف عن اللي بيحصل. وانا بعتقد برضو زي ما حضرتك وجهة نظر بعيده جدا، العمليات البريه اللي بتتم في اليمن يجب ان تكون عمليات منطقه ومحدده باهداف محدده في توقيتات محدده بقوه معينه، تنتهي العمليه وتخلص. لكن مساله انك يبقى عندك قوات داخل، لا، هصطادوك. مش في الشهر اللي فات موتوا 65 عسكري وضابط خليجي انضربوا، قالوا كان في مستودع ذخيره.
هو احنا مفيش شك يا دكتور سعد ان احنا حرب اليمن طلعنا منها دروس مستفاده كثيره، وكان يجب ان الاولى ولا الثانيه الحرب بتاعتنا احنا 62 62 لثلاث اربع سنين احنا استفدنا، احنا اللي اتعمل فينا انما استفدنا خبره كبيره جدا 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 عشان ودي ظهرت صحيح. عندما تكلم الرئيس السيسي صحيح. لا عارف يعمل ايه، يعني عارف ان احنا لما هنعمل ايه. انا النهارده سيادتك انا لو دخلت بقوات بريه في اي في ليبيا مثلا اللي هي احنا علينا بقى يعني انا خبره وحدود حدود وخبره وكل حاجه تعالى هلا انا اي هخش قوات بريه وممكن احتل مساحه. طب ماشي، طب ما انا لازم امن الخط اللي مشيته ده، مشيت كيلو 100 كيلو لازم امنه، ان اكلي وشربي جاي من هنا صحيح، ولازم امنه صحيح. ولازم يبقى في دوريات يعني في انا ده بقى وسيله مواصلاتي. طب ما انا حياتي وانا القاعده دي بقى لازم اعمل عليها حراسه واعمل الكلام ده كله. طب انا اعمل الكلام ده ليه كله ده وانا اروح ليه اقعد 100 كيلو؟ انا لما اولادنا اهالينا اللي اتذبحوا دولت، ما انا رحت وليت السفن الامريكيه والبتاعه حلف النيتو اللي في البحر ما عرفوش ان في طيران اللي ثاني يوم عرفوا مننا. انا اروح ليه؟ طيراننا كانوا طايرين على ارتفاع 5 متر 3 متر 4 متر، ده كان في ارتفاع عندنا النور ولا رادار ولا عفريت ازرق. احنا في 73 في وادي اسمه وادي العشرة قبل الاسماعيلية قبل وسط ابو سلطان، هو بادي من 40 كيلو قبل الاسماعيلية ب 40 وبينتهي لغاية ما يوصل على القناة هناك. الوادي ده 10 اودية في بعضيه عشان كده مسمينه العشرة، بس كل وادي من دولت هو يعني تبقى ماشي على حضرتك على ارض مستوية بتنزل 7 8 9 10 متر تحت وتطلع تاني، يعني وادي وممكن يبقى العمق بتاعه كده بالعرض كده يوصل 500 متر. احنا طيراننا اللي دخل من السكه دي دخل من الوادي، يعني دخل من ما بقاش باين، يعني انت حضرتك واقف على الارض الطياره تحت منك يعني بكت الطيران ولا 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 العفريت الازرق يعرف يعمل ده، ومحدش يعمل الكلام ده الا المصريين. صحيح. انا بقى اخش ليه؟ انا اخش ليه دلوقتي في حته حد مجنني وبعيد عني؟ ما انا عارف اتعامل معاه ازاي، وهي العمليات بس مش طيران، ما انا بقدر اعمل حاجات تانية كده يعني. هو الحقيقه للاسف انا بعتقد ان هم ما سمعوش النصيحه المصريه، وربما ان اللي من الحاجات اللي زعلت الاشقاء السعوديين، احنا ما عندناش معلومات لكن احنا بنلم صور مقطعه ونحطها جنب بعضها، ان انت كان لك استراتيجيه مختلفه في اليمن، وكان لك لو انت راجل عندك خبره، مصر عندها خبره مش في اليمن بس، في الحروب وعندها قاده وعندها يعني الامكانيات الحقيقه المصريه تسمح ليها انها تقود، لكن انت عاوز تقود قود، لكن لن احرمك شرف القياده، لكن اسمع النصيحه، اسمع وده حرب ما هيش هزار. والنتيجه ايه؟ انت بعد بدات في 26 مارس انتهت في 23 ابريل وقلت العمليه خلصت، لا ابريل بقى له دلوقتي 3 ابريل ما فيش حاجه حصلت. فانا بعتقد ان احنا ان الاشقاء الخليجيين محتاجين ان هم يقعدوا، مش عشان موضوع اليمن بس، انا بتهيألي ان هم لازم يقعدوا ويدرسوا الموقف العام بقى عندهم ايه، يقيموا تاني، يعملوا عمليه تقدير موقف بلغه الجيش، تقدير موقف للي بيحصل في منطقه الخليج، علاقتهم بباقي الدول العربيه خاصه مصر، علاقتهم بالغرب، علاقتهم بروسيا، وفي ضوء منظور او في منظور المصلحه للامن القومي الخليجي بلاش العربي. انا بعتقد انهم لازم يقعدوا ياخدوا قرار، والاول قرار هياخدوه اذا مشت الامور بشكل سلس، واذا سمعوا نصيحه اي حد مخلص، لازم القوى العربيه المشتركه تتعمل، لازم، ولازم يبقى في اراده سياسيه للفطام عن الغرب، لان انت بتدفع كتير. سؤال دكتور سعد، يعني هم يعني الامريكا يعني الامريكان دولت يعني هم بياخدوا ارواح، يعني اللي بيقبض الارواح ربنا سبحانه وتعالى، يعني الموت والحياه في امر الله، يعني ما حدش هيموت ناقص عمر، يعني الامريكان هيعملوا ايه؟ يعني دايما يقول لك امريكا اصل هتعمل، هيعملوا ايه؟ عملت ايه في مصر بعد 30/6؟ امريكا ما دفعتش اكتر من في الدنيا قد ما اللي دفعته على مصر، وما خدتش الحقيقه صدمه قد اللي خدتها في مصر. كلينتون قالت لك لقد صدمنا بما حدث من المصريين، وده حقيقه، حتى مش في اللي كتبته، في اللي دايما بتقوله احنا صدمنا، احنا كل شيء كان معد. فانت النهارده يعني ادي الامريكان
ومع هذا ما ده اللي انا انت لغايه النهارده الامريكان بداوا يرجعوا لك تاني، جابوا لك طياراتك، جابوا لك المعونه العسكريه، بيعاملك باحترام شديد. ليه؟ لان هي مشكله يا استاذ ابراهيم انك انت يعني ما تفهمش لغه اللي قدامك. لا، لازم تفهم لغه اللي قدامك. اللغه مش معناها مفردات، اللغه ثقافه اللي قدامك. دول بلطجيه، دي دوله قامت او امبراطوريه قامت على كل شيء خاطئ. الله، هم الفرق بينهم هم ليه محتضنين اسرائيل؟ نفس الظروف، دخلوا اراضي مش اراضيهم، موتوا الناس، خدوا ثروات الشعوب اللي كانت موجوده واعدموهم وقتلوهم وشردوهم وعملوا دوله. هو انت مهما كانت دولتك كبيره وعاليه ومتقدمه، هنسى اللي انت عملته؟ لا طبعا، انت قايم على اساس خاطئ. فانا بعتقد الامريكان ما عرفوش غلاطه القوه، ولذلك سر رجوعهم تاني لمصر ايه؟ لاك محترم، لاك قوي، لاك بتقول انا موجود، انا قادر ان انا املى المساحه بشكل مظبوط. احترموا نفسهم. لكن طول ما انت بيضغط عليك الحق، نزل بترولك، هات لي 40 مليار، خد طيارات مش عارف ايه، مفيش طياره وهم يعرفوا الكلام ده، مفيش سلاح امريكي داخل الخليج بامكانياته الكامله. لازم ينزع منه معظم الامكانيات، والخليجيين عارفين كده، وضباط الجيش الخليجيين عارفين الكلام ده. مفيش طيران بيروح هناك ولا مدافع ولا صواريخ بنفس الامكانيات اللي بتنتج بيها. فيعني انا بعتقد ان احنا كخليجيين يجب ان نعيد تقييم الموقف بشكل جيد، والا انت داخل في خطر هم مش واخدين بالهم منه. الجيل الجديد من القادة الخليجيين ده جيل ثقافته غربية يا استاذ ابراهيم. ما هو اوباما بعد الموضوع كان بديفيد، لما طلع في العربية قال ايه؟ قال انا معجب جدا بمحمد بن سلمان، بهرني الحياة بامكانياته وبمهاراته. وبعدين بعد شويه في بقيه الكلام قال احنا لنا تجربه كويسه الحقيقه، او للخليج تجربه كويسه الحقيقه في قطر على الولد اللي هو تميم بن حمد. وبعدين قال هالكلام بايه؟ ان مشكله الخليج ليست في ايران، مشكله الخليج في ملايين الشباب اللي اتعلم ومش لاقي فرصه عمل. فبيقول يا شباب تحرك وتمسك بجيل جديد من القاده ذات ثقافه غربيه. الثقافه الغربيه ده موضوع ليس في صالح الأمة العربية الحقيقة. طيب دكتور، على الجانب الليبي أنا معرفش الأمور في سكون ومفاوضات ونتكلم ونعمل. الزيارة بعتقد كانت مهمة جدا، زيارة الرئيس التونسي لمصر طبعا. طبعا لأنها مهمة جدا، لأن دي بوابة، يعني دي بوابة من البوابات يعني. وقافل معاك على ليبيا. لو فتح والحقيقة هو ما رجعش إلا ما جالكش إلا ما حصل مشكلة. وده هم ناس أذكياء، هم الحياة التونسيين أكثر انفتاحا مننا، أكثر من المصريين وأكثر تقدما. يعني أنت بتاخد الخطوة، هم بياخدوا الخطوة قبل بشوية. جايز علشان هم قريبين من الغرب، ثقافتهم في الغالب غربية ومنفتحين على فرنسا، ربما لأن الدولة صغيرة برضو وإمكانياتها جيدة، والسياحة بالنسبة لها مصدر كبير الحقيقة للاقتصاد التونسي. واللعب ده أكتر حاجة تضم السياحة. فانت حصل عنده مشكله بتاعت السياح الحقيقه. لغايه النهارده الاقتصاد التونسي بيعاني معاناه، وفيها راجل الحقيقه السبسي راجل عاقل ورشيد الحقيقه، جه ينقل التجربه ويكمل تضامنه معاك، لان انت كان عندك انت اللي بيشتغل على الناحيه الغربيه كانت الجزائر الحقيقه. ولما حصل صراع في موضوع ليبيا اتعملت اللجنه مصرية الجزائرية، وأعطيت لمصر اللجنة السياسية وللجزائر اللجنة الأمنية. والأمن الجزائر الحقيقة سندين معاك كويس في المنطقة، لكن ما أنت عندك زي ما حضرتك قلت في باب كبير فوق تونس، فكان لازم يبقى في نوع من الترتيب الأمني، لأن في خطورة الحقيقة. أنت عارف الجزء الوسط والغرب هتحصل اللي هيطلعوا دولت اللي عايزين يطلعوهم احياء، اللي امريكا عايزه تنقذ رجالتها بتوع الارهاب دولت، المنظمات دي عايزه تنقذهم باي طريقه. ومش معقوله هيبتدي كل دول العراق يعني، خدت بالك؟ مش يعني احنا لازم نخلي بالنا عشان هيروحوا فين. هم كان المفروض هيجيبوهم في سينا. انت خلصت موضوع سينا تقريبا، خلص موضوع سينا تقريبا يعني. فالمكان المرشح ليه ليبيا. فانت لازم تشتغل انت وتونس والجزائر، واتمنى ان السودان تتعشم، ان السودان تكون صادقه.
وهم الحقيقه يعني الرئيس السوداني بيتكلم بشكل ايجابي جدا عن مصر وعن الرئيس السيسي، لكن احنا ما سمعناش ان اخر غرفه عمليات للتنظيم الدولي فتحت في سبتمبر 2014 في الخرطوم، لما حصل بدا الجيش المصري يشتغل في سيناء، بدات ناس تهرب، وطلع بيان من التنظيم الرسمي في تركيا واضح، اي حد من بما معناه من رجالتنا اللي هيسيب المعركه او رجالتنا اللي موجودين في جنوب مصر يتجهوا الى السودان، وتم افتتاح غرفه عمليات لاداره الامور في الخرطوم. الحقيقه رغم العلاقه الطيبه اللي بيننا وبين السودان وبين الرئيس البشير، لكن ده نظام اسلامي، عشان بس ما نقعدش نقول كلام نلف حوالين بعض ونقول كلام منهم يعني هم ده اسلامي. فاذا السودان قفلت معاك والجزائر وتونس ورتبت مع فرنسا، لان فرنسا في ليبيا لها دور خطير للغايه، تعرف فرنسا اول حد ضرب هناك مع نيتو، وفرنسا هي اللي موجوده في الجنوب، يعني مالي تشاد النيجر دي بلاد فيها قوات فرنسيه، ده فيها قوات فرنسيه زي الجابون زي كل ما هو كان فرنسي، وفيها قوات، ده ناقلين 2200 عسكري السنه اللي فاتت تزويد للقوات بتاعتهم. فاحنا يجب ان احنا، ولذلك انت عارف حضرتك انا عندي راي الحقيقه، الرئيس بيشتغل على اعاده هندسه علاقاتك الخارجيه، اهتم الحقيقه بذكاء شديد في البدايه بشرق المتوسط قبرص واليونان، لان ما كانش عندك علاقه نهائيا باوروبا اتقطع معاك، فقدرت عن طريق قبرص واليونان الحقيقه تحط رجل كويسه قوي في الاتحاد الاوروبي، وقدرت تحط تحييد، لان اليونان يعني انا واقف مع اليونان مش ضد تركيا، الكلام كان فيه سياسه. انت النهارده الموضوع بقى مش المتوسط الجزء ده بس، انت عشان تشتغل لازم تعمل امن للبحر المتوسط، اسبانيا اعمل ايوه تدفع دول جنوب اوروبا بانها تعمل معاك اتفاق او اتفاقيه امن للبحر المتوسط. انا الحقيقه ما سمعتش الكلام ده رغم من الدوله، رغم ان احنا رددناه كتير، ربما نكون احنا مخطئين ربما، لكن اي حد بيقرا استراتيجيات انت اوريدي عامل في الجزء ده. طيب اللحظه مناسبه جدا جدا انك تدفع دول اوروبا انها تعمل معاك اتفاق، لان هي متضرره جدا من اللي بيحصل، تقدر تعمل. فانت في الحاله دي انت بتامن على الاقل الحدود الليبيه، لا يدخل سلاح ولا يطلع سلاح. احنا كل يوم بنسمع عن لانش او مركب انضربت فيها سلاح داخل ليبيا، مين اللي بيضرب؟ احنا مش عارفين. طب جايه منين؟ برضه ما احناش عارفين، لكن ده بيحصل. طيب يبقى انت اعمل كده، زي برضه البحر الاحمر، السعوديه قالت كلام الحقيقه ما اعرفش هم كملوه لا، بس كان كلام خطير لما كان هنا محمد بن سلمان، وانا بقول الكلام ده لانه حصل، مش بقول كلام عشان ازعل الاشقاء السعوديين مننا، لكن يلزم يبقى في اصوات هنا في مصر تقول لهم انتوا غلط، لازم يبقى في اصوات، يعني مش هنقعد نسبح، ما بنحجش على حساب حد ولا بنركب طيارات نروح نحج، فلازم يبقى في اصوات هنا وطنيه تقول ان يا سعوديه اخواتنا واشقائنا، وزي ما لكم فضل فاحنا فضلنا سابق وسيستمر ان شاء الله. لما كان هنا الامير محمد بن سلمان في بيان القاهره قال كلام الحقيقه، او اتقال كلام يجب ان نتوقف عنده، قال لك احنا عاوزين نعمل اعاده ترسيم او نعمل ترسيم للحدود البحريه بيننا وبين مصر في البحر الاحمر. تعرف حضرتك يعني ايه؟ يعني في ميزه انت واخدها مش عشان نفسك بس، عشان الامن القومي العربي، هتبدا تفقدها سواء في جنوب او في الجزر، في حاجات انت لو رسمت مش بتاعتك، لكن بحكم المتطلبات الامن القومي انت فيها. لا ما انت بتقول الكلام ده، انا عارف انك مش هتعمل الكلام ده، لكن بتقوله ليه؟ هو انت بتديني في ايدي اللي بتوجعني ليه؟ المجروحه ليه؟ احنا بنقول ان احنا دوله، السعوديه دوله كبيره واشقاء وقفوا معانا، لكن خد بالك انت بتتكلم عن مصر ومع مصر، خد بالك مصر مش قليله، وفي النهايه يجب على الخليج بالكامل يدرك حاجتين مهمين جدا، القادم ليس في مصلحة الخليج، القادم في مصلحة مصر، فلتكن أكثر حكمة ورشد في تناول مثل هذه الموضوعات، لأن أنا عارف أن أنت مش هتعمل ترسيم حدود دلوقتي، لكن تقول ليه؟ يعني الكلام يجب أن يبقى فيه صوت يسمعوه. في واحد امبارح بالمناسبة، أنا آسف أقطعك، أول امبارح كاتب سعودي معدوم الاسم طبعا، كاتب أن احنا كاتب بالنص، والكلام ده اتداول على التواصل الاجتماعي، قال ان مصر ستدفع ثمن غاليا لتأييد التدخل الروسي في السعودية. انت عارف يا دكتور سعد، انا بس عايز نخلي بالنا
ما بين، لان برضو دي ميزه من الميزه يعني، اكثر خبره في الامور دي. لا مش عايزين مستدرج يعني، حتى وان حاول الاخرين استدراجنا لمعارك كلاميه والمعارك الكلام ده كله، لان مش وقته دلوقتي. دي نمره واحد. وبعدين طول عمر مصر كده على فكره يعني، احنا مصر يعني احنا طول عمرنا كده يعني، احنا مش هنستدرج لاي حاجه. وفي حاجات كتيره بتبقى مش عجبانا وعارفانا وبتوصل بصوره اخرى، لان النهارده غير من 20 سنه او 30 سنه. النهارده دلوقتي التغير. في وسائل ضغط شديده جدا ووسائل شحن شديده جدا. يعني قضيه العامل دي الحمد لله انه مصطلحه عشان نخلص من حدوته، ممكن يعني تعكر صحيح. صفو بين صحيح. بلدين والاعلام بيتناولها بشكل بقى حاد. يعني. فانا حتى يعني فيما يقول التصريحات، او يطلع كاتب ما اعرفش يقول ايه، وان مصر مش عارف تدفع ثمن غالي. وانت مين يا عم اللي هتدفع؟ مش اي عايزين نتكلم ولا بس رد يعني، استناني وثمن ولا لا ثمن يعني. استاذ ماشي ابراهيم، يا عم ماشي. انت من جيل محترم، لكن خليني انا من جيل خليط. اصل الكلام ده سبقوا في 3 5 6 شهور اللي فاتوا في بعض الجرايد او بعض الاقلام الخليجيه اللي بتكتب في الجرايد اللي بره مش في جوه الخليج، كتبوا كتير ان الارهاب في المنطقه اصله مصري، وحاولوا في كل الادبيات ياكدوا ويثبتوا ان الارهاب الاسلامي اصله مصري. طب امتى وامرت ايه يعني؟ طيب لا ده انا عاوز اقول حاجه تانية، ما احنا لنا رضوء، اصله كله بالتاريخ، كله بالتاريخ. هو اللي عاوز اقول ان هو ابراهيم بن محمد علي كان رايح السعوديه يعمل ايه في الدرعيه؟ وضرب مين هناك؟ وخلص الدنيا من مين؟ هو الشيخ حسن البنا ولا السكري الاصول ايه وجم منين؟ ده الاخوان اللي في مصر كانت عباره عن توكيل للاخوان في مصر. يعني بمعنى ان الارهاب ليس اصله مصر، ان لم يكن اصله السعودية فأصله مش مصر. ولذلك احنا مش ان احنا اصل في قصة. انت عارف انت ما تسكت على حاجة تقوم تستباح لا وتكتب في الادبيات. لا انا عارف يا دكتور سعد، انا يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. ما احنا عندنا ناس يعني، عندنا الدكتور سعد الدين اللي هو بتاع اللي هو وكيل اعمال اللي هو بيورد كان اخوانه جماعات الاسلام الامريكي، سعد الدين ابراهيم مهندس العلاقات. يعني ما ده واحد برضه بيكتب حاجات، خدت بال حضرتك كده تشل مثلا يعني. وخلاص هو وجهة نظر، هو بيحمل وجهة نظر معينة، هتلاقي زي ده في حتة تانية ما يتسابش يترد عليه. أنا هنا أنا نرد في مصر هنا مع بعض. أنا يعني اسمح لي أختلف مع وجهة نظر حضرتك. تفضل. في مثل هذا الوقت لا يجب، في الوقت اللي احنا فيه، لأن الوقت صعب. تمام. احنا خلي بالنا ان يعني احنا في أراضينا الحمد لله احنا في سيطرة جامدة جدا على اللي كان بيحصل في سيناء. إنما اللي برانا دنيا مزيطة، الدنيا مزيطة مزيطة يعني. في هذا الوقت لألا نستدرج، وخاصة أن الثقافة الغربية ضربت كتير قوي من الدول اللي حوالينا، ومنهم من وصل إلى مقاعد حكم. فأنا النهاردة فنبقى واخدين بالنا من ده. كلام مظبوط. لأن أنا مش عايز أخسر، أنا مش عايز أخسر يعني نخسر. إحنا كلنا نملكه النهاردة، إن أنا لما حد بيتكلم بالراحة وبنحاول نوضح، لأن الكلام اللي هيقوله ملوش مش حي على الطبيعة مش هيعمل حاجة. لا مش هيعمل، بس في نقطة برضو أنا الرد إيه ببساطة برضو. أنت بتكتب مقال أو تكتب دراسة تقول فيها ان الارهاب اصله مصري، يقوم يجي كاتب غربي او عربي وياخد اللي انت كتبته مرجعيه علميه، مصدر يجب ان ننتبه اليه. طب انا يا دكتور انا بعمل ده، بس انا برد هنا على عندنا يعني. عندنا الاستاذ فهمي هودي في مره طالع بيقول وخسائر رابعه 25 الف قتيل، وبين قوسين كاتب وفقا لمصادر اسمهم ايه دول الناس اللي كانوا بيأيدوهم اسمهم ايه اللي بيدوا مش عارف اللي هم الزمر ومش عارف ايه، كان لهم اسم كده. بقى انت بتكتب رقم وبتستند فيه يعني. انت ما هو ده اللي انا بقوله. ما هو ده انا بس هنا انك انا اترك الناس. لا انا بس انا برد على ده هنا. انا دلوقتي هناك من يسعى جاهدا ان احنا نقع كلنا في بعض. استاذ فهمي هويدي، استاذنا فهمي هويدي، استاذنا محمد حسن هيكل، استاذنا البرادعي، استاذنا اساتذتنا دول كلهم ما عادوش شبهنا. انا شبه. بس انا نقدر هنا نرد ونوضح. انا برد ونوضح ليه؟ لان عشان اهالينا هنا. انما انا رايي ان بره انا مش عايزين اي حاجه تحاول احنا دلوقتي وقت اللم، مش وقت ان احنا نبعد، وقت ان احنا نلم. وحد لو هيحاول يعمل حقك عليا وحاضر وحبوس على دماغ حقك عليا دلوقتي لغايه ما تعدي الفتره دي.
دكتور سعد، يعني ان شاء الله هنلتقي قريبا جدا في كل مع تطورات الاحداث دي كلها. شرف لي. انا شخصيا يعني سعدت بوجودك واستفدت كتير جدا من اللي حضرتك قلته. بشكر حضرتك جدا. شكرك. وبشكر حضرتك وتصبحوا على خير.